السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقه الترشيح لولوج اسلاك للقوات المساعده اللي هي مباراه المخزنيه. بالنسبه للولوج الى هذه المنصه الالكترونيه باش تقدموا الترشيح ديالكم الالكتروني لهذه المباراه هذه فهو recruitment.fa.gouv.ma. هذا اللين هذا غادي تلقاوه لتحت ديال الفيديو. الى دخلتوا للسيت ولقيتوه باللغه الفرنسيه ممكن انكم تبدلوه للغه العربيه. بالنسبه للمعطيات اللي كاينين او المعلومات اللي كيطلبهم هذا السيت، يعني المعطيات اللي هي شخصيه، ولكن اهم حاجه اللي خصنا نركزوا عليها هو توجدوا هاد الوثائق يكونوا عندكم موجودين في البيسي ولا في البورتابل ديالكم. كاين جوج ديال الوثائق ضروريين مكتوبه فيهم، احداهم واحد النجمه احمراء كما كتشوفوا. شهاده المدرسيه، اولا شهاده مدرسيه تاخذوها من الليسي الثانوي فاش قريتو، ثم نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، هادو مهمين. بالنسبه لرخصه السياقه والدبلوم الفنون القتاليه ودبلوم التخصص، هاد الجوج الثلاثه هاد الوثائق الثلاثه ماشي ضروريين، ولكن اللي كاينين راه مزيان، يعني تاهما تصيفطوهم مع الترشيح الالكتروني. اذا بالنسبه كما كتشوفوا هنا في الفيديو راني وجدت هنايا لي دوكيمون بي دي اف. اذا ملي غتمشيو للمكتبه باش تسكانيو ولا تسكانيو بالبورتابل ديالكم خصكم تسكانيو بي دي اف هاد الفورمات، هاد فورما بي دي اف. اذا كما وريتكم هنايا وريتكم شهاده مدرسيه، ثم دابا هنايا بالنسبه لاكارت ناسيونال ريكتو فيرسو، يعني الوجه الامامي والوجه الخلفي خصهم يكونوا بجوج في البي دي اف. بالنسبه لرخصه السياقه والدبلوم والاخر، يعني شهادات الفنون القتاليه، هادو تكفي انك تصورهم في الوجه الامامي فقط. اذا غادي نبداو ناخذ واحد المثال، انا ناخذ غير مثال فقط للتسجيل، يعني واحد المثال، يعني غنعطيو معلومات من عندي باش نوريكم الطريقه باش تسجلوا. اذا هنا اخترنا المباراه اللي هي مباراه ولوج سلك تكوين تلاميذ المخازنيه رجال الصف. غنكتب معلومات هنايا. اذا بالنسبه للنوم بالفرنسيه، الاسم العائلي بالعربيه، لو برينوم كذلك بالفرنسيه، ثم الاسم الشخصي بالفرنسيه بالعربيه كذلك. اذا غير هنا واحد الملاحظه، ملي كتكتبوا بالعربيه راه خصكم ملي تساليو الكتابه، يعني تكتبوا داكشي اللي بغيتو تكتبوا خصكم ديروا اكسبتي. كاينه واحد في هذا الكلافيي لتحت كتبان لكم واحد اكسبتي بالزرق، محمد مثلا غديروا اكسبتي. اذا باش تبان لكم هذه تكتب في هذيك الخانه. اذا هذه غير ملاحظه بالنسبه للكتابه. رقم البطاقه الوطنيه، التعريف الوطنيه، هنا ذكر تاريخ الميلاد. اذا هاد المعطيات هادو حاول انهم يكونوا يعني مطابقين لكشي اللي كاين في الحاله المدنيه وفي البطاقه الوطنيه، يكونش عندكم خطا في المعطيات ديالكم. بالنسبه اذا تاريخ الميلاد قلنا، مكان الولاده، مكان الازدياد كذلك. هنايا راه مرتبين الجهات بكل جهه، يعني والمناطق اللي فيها، المدن اللي فيها. غادي نديرو هنا حاله عائليه، هنا الشرط كذلك طبيعه الحال فهو يعني عازب مغربي الجنسيه. ثم بالنسبه للطول، اذا هنايا الطول بالنسبه للذكور فهو متر وسبعين على الاقل. مثلا هنايا ناخذ متر وخمسة وسبعين. الوزن يكون فصيلة الدم ماشي ضروري، الوزن وفصيلة الدم ماشي ضروري، ولكن اذا كانت غادي يعني تدخلها في المعطيات ديالك. انا مثلا ما عرفتهاش ما غاديش نديرها. هنا لقد سبق لي اداء الخدمه العسكريه، اذا كنتي في التجنيد الاجباري ولا يعني غدير نعم، ما كانتش كنتيش غدير لا. هنا الاب المهنه ديالو نسناها، المهنه ديالو يعني واش خدام في الميدان العسكري ولا الميدان الصحي ولا الميدان التعليمي الى اخره. غندوزو هنايا لادريس، الا ما كانش خدام في هذوك المجالات كلهم غدير اخر. هنايا غتكتبوا لادريس اللي كاينه في لاكارت ناسيونال، غتكتبوها باللغه الفرنسيه ثم باللغه العربيه، ثم تختاروا هنا العماله والاقليم لاش كتنتميو، غتقلبوا في هاد لا ليست هادي الاقليم
اش كتنتمي حاليا، ثم رقم الهاتف للتواصل. هنا غندوزو للتعليم، المستوى الدراسي. هنا الشرط اللي دايرين انه يكون عندك على الاقل يعني مستوى الثانوي التأهيلي او دبلوم في التأهيل المهني. اذا انا مثلا هذا التلميذ هذا او هذا يعني هذا ناخذ له بريمير باك، الا مثلا كيقرا في بريمير باك او في جدع مشترك او في الباك او اخذ الباك او الى اخره. بالنسبه للشهاده عنده دبلوم في كاليفيكاسيون. بالنسبه للتخصص ديال هذا الدبلوم غادي نشوفوه هنايا، اوفريه بوليفالون اون كونستركسيون ميتاليك. بالنسبه للفنون القتاليه الى كاين عندك مكان غادي دير نيو، بالنسبه اللي ما عندوش حتى الشهاده غادي يدير نيو. المهم هادو انواع ديال الدبلومات او حزيمه ديال الفنون القتاليه. بيرمي مثلا عنده هذا بيرمي بي، ثم رقم مسار يكون صحيح. هنا تلاحظوا غادي نكتب واحد رقم مسار اللي هو خطأ، رقم مسار هو رقم وطني التلميذ غادي تلقاوه في البلدان ولا في شهادة مدرسية. هذا رقم مسار، إذا غنكتب واحد صحيح كما قلت لكم هنايا. ثم غادي ندوزو دابا للمعلومات الخروج ديال المنصة. إذا هاد المعطيات هادو هو عدد المعلومات اللي غنكتب دابا. من الأحسن أنكم تكتبو تسجلوهم عندكم في البيسي، يعني تسجلو عندكم في شي ورقة ولا في البورتابل. إذا غتكتبو البريد الإلكتروني فاش بغيتو توصلو بالرسالة. ثم كلمة المرور غتكتبها جوج مرات، كلمة المرور المرة الأولى ثم تأكدها. إذا غندوزو دابا ديك الوثائق اللي بغينا ناخدو. إذا نبداو بشهادة المدرسية، غنمشي لبلاصة فاش عندي الشهادة المدرسية، سيرتيفيكات دو سكولاريتي، أنا غنشارجيها، تسنى واحد شوية. نفس الشيء بالنسبة لأن هنايا ممكن تحذف إلى عندك شي خطأ. بالنسبة لكارت ناسيونال اللي هي بطاقة التعريف الوطنية نفس الشيء. ثم رخصة السياقة، دبلوم الفنون القتالية. يعني كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، هاد الامور هذه هو هاد الوثائق من الاحسن تكون وجدتيهم، كيكون ساهل في التسجيل وحتى المنصه يعني ما تيكونش عليها الضغط وما تخرجش باش تعاود المعطيات من الاول. اذا هنا لديكم حق الولوج والتصحيح والتعرض الى اخره على معالجه معطياتكم ذات الطابع الشخصي. اذا هادو غير واحد القانون خاص بمعطيات الشخصيه. اذا قرات ووافقوا على الاشعارات. اذا هنايا من الاحسن قبل ما دير هذا الخطوه هذه الاخيره تقرا المعطيات ديالك اللي كتبتي، ما كاينش شي خطا في المعطيات والمعلومات اللي عطيتي في هذه المنصه، ثم اشهد بان المعلومات المقدمه صحيحه. وفي الاخير غادي نكليك على هذا البوطون ديال فيريفيكاسيون دو روبو كابتشا، ثم غادي نكليكي على ارسال. اذا ملي كنرسل هاد المعطيات هادو كنتاكد منهم، يرجى الانتباه اي تعديل بعد ارسال، ما يمكنش انك تعدل المعطيات اللي كانت شي حاجه خاطئه. اذا داكشي باش قلت لكم عاودوا قراو هاد المعطيات هادو. وفي الاخير اذا الا كان شي خطا اكتشفتي شي خطا غادي دير رجوع. الى عندك الامور كلها مزيانه غادي دير ارسال. اذا هنا درت رجوع حتى صحيت واحد الخطا، ثم غادي ندير ارسال. اذا ملي كدير ارسال يقدر يوقع لكم هذا المشكل هذا، كتعاودوا تكليكيو على هذا لو بوطون نفس الشيء ثم غادي ديروا ارسال. دابا هنايا نتمنى انه يدوز مزيان. اذا حنا دزنا دابا للمرحله الاخيره، يرجى التحقق من البريد الالكتروني او صندوق الرسائل غير مرغوب فيها. اذا غادي تمشي لهذاك البريد الالكتروني هذاك الجيميل اللي عطيتيهم، وهو فاش غادي تلقى واحد الرساله باش يتاكدوا بانك توصلتي بها.
اذا باش يكون عندك واحد الحساب في هذه المنصه. اذا نديرو حسنا هنا نقدروا نقراو هذه المعطيات اللي كاينين هنا، استمرار التسجيل ها هي. اذا هنا تقريبا تسجلنا، حنا بقى لنا غير ناكدو فقط هذاك الايميل. لقد تم انشاء حسابك بنجاح، اذا هذا هو اللي مهم. تم ارسال بريد الكتروني اليك مع ارشادات مفصله حول كيفيه تنشيطه. اذا لم تتلقى اي بريد الكتروني يرجى التحقق من صندوق الرسائل غير المرغوب فيها. اذا بالنسبه للبريد الالكتروني فهو غادي توصل بواحد الرساله 100%، الا ما لقيتيهاش تما غادي تلقاها في سبام، في واحد البلاصه سميتها سبام في البريد الالكتروني. اذا غادي نمشيو للبريد الالكتروني الجيميل اللي عطيتهم، هي كتبان لكم هنا فورس اوكسيلير يعني قوة المساعدة، صفتوا لي هاد الايميل هنا. اذا غادي نكليكي على هاد لو ليان، ماشي هاد الاول انما الثاني. اذا سي فو بلي تويزي لو ليان سي دوسو، هذا اللي غنكليكي عليه غادي يعاود يرجعني للمنصة. دابا يعني الترشيح ديالي هو سالا، يعني راني دفعت دابا لمباراة قوات المساعدة. هنا غتشوفوا المعطيات ديالكم الشخصية مزيان، تشوفوهم هنايا فضاء المترشح، هما المعطيات، تسجيل الدخول، تسجيل الخروج إلا بغيتي دير تسجيل الخروج. اللي مهم هنا هو تشوف هاد السطر هذا في هاد الجدول، مباراة وجوج سلكت كوين تلاميذ مخزنية رجال الصف. إذا هذه هي اللي مهم، الوضع ديالو في الانتظار، يعني انتظار أنهم يوافقوا يعني يتستقبلوا هذاك الملف. اذا بالتوفيق للجميع ان شاء الله. بالنسبه للمعطيات وشروط الترشيح الى اخره غادي تلقاوهم في الوصف ديال لا فيديو، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.